جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الغيبة تفطر الصائم؟ وإذا تاب الإنسان فهل يقبل الله سبحانه وتعالى صومه؟ الغيبة تفطر الصائم بمعنى أنها تبطل ثوابه، لا بمعنى أنه يجب عليه القضاء، ولا تبطل الصيام، ولكنها تبطل ثوابه فقط، ويذهب أجر الصائم إلى المغتاب الذي ارتاب المظلوم. فعلى الذي وقع منه غيبة هو صائم أو غير صائم، الغيبة حرام مطلق، لكنها في الصيام تزيد تحريما وتزيد بأنها تبطل ثواب الصائم، مع كونها حراما ومؤثمة أيضا تذهب بأجر الصائم، فلا يكون له أجر في صيامه. فعلى المسلم أن يجتنب الغيبة مطلقة ولا سيما في حالة الصيام. نعم.